هلا نبدا في شابتر 3 سريع جدا برضه حيكون اشرحه تقريبا بساعة. في عنا انواع بدنا نشوف احنا يعني انواع السيرش وكيف لها علاقة بالذكاء الصناعي. هلا بتعرفوا مثلا نبلش في هذا المثال. هاي خارطة. هذه خارطة. خارطة رومانيا. هاي المدن من وين جاي؟ هاي مدن رومانية كلها. هاي بوخارست واراد وارادي في عندي انا طرق بين هاي بدي انا اعمل جي بي اس مثلا. الجي بي اس اقول له هو بيعرف انا وين طبعا. واقول له روح انا وين موجود؟ في اراد. روح وين؟ ابو خرس. هلا شو يساوي؟ منين نروح؟ يجي من هون ولا يجي من هون ولا يجي من هون ولا يجي من هون ولا من وين؟ بيعتمد دكتور. بيعتمد على عندك شغلات مثلا الترافيك. اذا انا بس مثلا الترافيك بعطيني طيب. اكثر طريق فيها ترافيك مثلا طيب. يعني كيف بدي احسبها؟ اذا كل مره وين ما انت لازم يحسب لك وين مكتوب. طبعا هي مواصفه ممكن تكون ممكن يعتمد على المسافه يعني أطلع. من الاقصر الاقصر حسب الاقصر مثلا في هذا الترافيك مسكر افترض انه فيش ترافيك فيش افترض جدلا عشان بس لك المشكله افترض انه فيش ترافيك كيف انه طريق يمشي في هاي الحاله الاقصر كيف يلكاها الدستنس بعدد النوتس دكتور اقل عدد نوتس بمر فيها اقل عدد نوتس لا ما دخل اقل عدد نوتس عشان يوصل طلع هاي من هون لهون 80 كيلو من هون لهون 99 من هون لهون 200 ما دخل ممكن الطرق تكون الدستنس بين كل نود ونود خلينا انا اكثر طريق كيف الك اكثر كيف احسب اكثر طريق انت بالعين شايف بس ممكن تركيب بدي اسمها ها ال طيب هات نشوف طيب هاي المشكلة عندي أنا هذا الوضع وبدي مثلا برنامج رتب لي إياه لحاله بأكثر حركات ممكنة كيف؟ أنا بقدر أسوي برنامج حل هاي المشكلة يعني اذا بدك تعمل برنامج بتكون عنده حاطط كل الاحتمالات وبده يعرف وين هلا انت الكرنت كيف يعني كيف بده يعرف؟ مع التكرار بده يدور بصير يدور بده يعمل سيرش طيب ف بده يعمل سيرش وهناك برضه نفس الشيء بده يعمل سيرش على اكثر طريق هلا هاي بس مثالين يعني صغار فبنقول احنا سولف بروبلم باي سيرشينج فور سوليوشن يعني هون الذكاء اجت ايش؟ في عملية السيرش. السيرش استراتيجيز ار امبورتنت ميثودز. شي استراتيجي اللي بدي انا ابحث عليها اروح ابدا من اليمين ولا من الشمال ولا اللي اكثر طريق قدامي ولا الكنود اللي بعدها ولا ايش؟ هلا عشان احنا نعمل سيرش صح لازم نعمل ايش؟ بروبلم فورميوليشن صح. طيب هلا بنشوف شو البروبلم فورميوليشن وبعدين لازم نعمل اوبتمايزيشن لعمليه السيرش. طيب هلا البروبلم فورميوليشن كيف انا بدي انا خلينا نقول اعمل شو يعني اعمل فورميوليشن للبروبلم؟ كيف اوصف المشكله؟ تحديد المشكله كيف احدد المشكله؟ هلا لاني يعني لانه حسب شو حسب كيف الفورميوليشن تبعي الحل بصير مزبوط؟ هلا الكتاب بقول في كثير جدا من المشاكل بحلها الكمبيوتر بطريقه ذكيه اوكي بس هاتهم بقول هاتوا نوصف اول شيء نوصف ايش؟ نوصف المشكله نوصف المشكله نطلع نقول انه في ستيت حاله اذا كانت البازل هاي ستيت هيك كلها ستيت واحده اذا كان بدور بالطرق شو الستيت؟ ستيت كل مدينه اذا يعني هاي الستيت هلا بنشوفه في شيء اسمه نيشال ستيت الاكشنز الجول تيست الباث كوست السوليوشن هلا هاتوا ناخذ مثال هذا المثال شيل ستيت هون سيتي الانيشال ستيت وين انا؟
أنا في أرانز. السيرش إكسترا فانكشن اللي هي الأكشن يعني جو تو كذا. ها طيب الجول ستيت سوري الجول تيست. شو الجول تيست؟ سؤال سأل حالي هل أنا في المدينة هل أنا في الجول ولا لا؟ بس طيب الباث كوست الباث كوست المسافة كديش تكلفة المسافة سواء كانت بترول بنزين ولا بجوز نحكي كيسة إيش بالمسافة الزمنية يعني مسافة الطريق ولا حسب أو إذا بدك الباث كوست تحسبها في الزمن مش مهم أقصر طريق مهم أسرع أسرع طريق فليش قلت لك أنا ما كنتش أسمع المشكلة قلت لك افترض إنه فيش شيء فيش أزمة عشان أقول لك إنه أنت بتختار أقصر طريق أسرع طريق أكثر طريق أمانا وأهل مجرة هاي بنسميها إحنا إيش هاي تدخل فيها علاقة في الكوست إحنا دائما ندور على أقل كوست أقل كوست مش شرط مسافة ممكن يكون زمن هلا السوليوشن شو السوليوشن مثلا من أراد لسيبيو من سيبيو لكذا من كذا لثاني وصل هاي فورموليشن هاي المشكلة شو الستيت الستيت لا سناب شوت أنها كلها هلا الانيشال ستيت الحالي الحالية شيء حالي هون مرتب زي ما مرتب مثلا نقول سبعة وين موجودة في صفر واثنين وين موجودة في واحد وأربعة وين موجودة في اثنين وخمسة وين موجودة في ثلاثة والبلانك نوت هيك هاي نسميها كلها الانيشال ستيت لاحظوا هلا الاكشن انه موف بلانك مو بلانك موفز ليفت رايت اب داون صح الجول تيست هل وصلت للترتيب اللي انا بدي الجول تيست اللي هو ايوه هل انا وصلت للباد كوست كل كوست في كل ستيت من ستيت لستيت كده بكلف هون بكلف واحد بس بينما هون حسب مثلا المسافه اللي بين السوليوشن انه هاي لازم تبقى هيك هلا من هيك بقول لك ابني هون ابني الجوريثم يحسب لي هذا اللي بالالوان هاي دكتور هون بدي الجوريثم بدي الالجوريثم الاوتبوت تبعه يحسب لي يطلع لي هاي طيب هاي شوفوا هون مثلا هاي قلنا لكم اللي هو يعني روت فايندينج بروبلم انه هاي انه في جي بي اس في السياره عمركم شفتوه جميل. او للطيارات مرات او مرات في الكمبيوتر في نتوركس مرات في نتوركس ندور على اكثر طريق للباكيتس ليش تروح امريكا وترجع او تلف من هناك وامام مرات بنحسب او في الحروب برضو في جسر ولا في جسر ولا الاخر السيناريوز دكتور بتتحدد في الباث كوست يعني انا بدي السيناريو تبعتي تكون الاقل وقت او الاقل ترافيك او هلا هي هلا بس طب اسالك سؤال انا وين هنا انت شو رايك يعني وين هاي المشكله بتاخذها بعين ناخذها بعين الاعتبار طبعا بالباث كوست يعني بالباث كوست بدي احسب الزمن مش مهم قديش بين هاي وهاي مسافه مهم الوقت قديش وقت بتتحمل لي مثلا هذا في حاله انا بدي الوقت مثلا. اذا بدك الوقت طيب هاي عندنا مثلا اللي هي مشكله اخرى مثلا ايش طب دكتور سوري بس سؤال تفضل اذا انا سويت محاوله ما وصلتش اللي بدي اياه وبدي اعيدها هذا الحكي له كوست حسب الالجوريثم تبعك انت قاعد تحكي على على الالجوريثم نفسه مش الالجوريثم تبعك يطلع مني حتى لو كيف العيد مش هي يعني كوست مزبوط انك ترد تلغي من الذاكره شيء وترد تعمل شيء واحنا مش بنروح هون الكمبيوتر مش بده يروح يلف فين وراتين يحسب لا هو انت هون وهلا هو بده يحسب الكوست قبل ما تتحرك يعني طبعا ولا لحظيا هلا هاي سياره هاي مثلا سياره اني مدينه تزورها زي هاي برضو بنسميها سوري هاي مثلا واحد يوزع اشي بسميها ترافل سيلز بروبلم زي مثلا سيارة شركة سبيتاني مثلا سيارة سبيتاني لا تروح توزع بضاعة ولا جنيدي يروح يوزع لبن ولا إلى آخره بده يروح يوزعه
في المدن الفلسطينية. أني بلاد يفوتوها أول، بعدين الثاني، بعدين الثالث، بعدين الرابع. أني أول هروح من هون هون، بعدين نرجع هيك، بعدين كيف؟ هاي من أصعب المشاكل. نفس الشيء ستيت سيتي، الانيشال ستيت ستارتنج بوينت، ها النو سيتي يعني مش بس ستارتنج، هاي الانيشال ستيت. وشو اللي ما زرتيهاش؟ وهي المجر. هاي مشكلة ثانية. شي هاي؟ يلا يا هاردوير اللي دارسين هندسة كمبيوتر، شي هاي يا بيان؟ شايف منيح. وقعدي هون منى. هذا الشيبس او الاي سي، هاي مذربورد. بدنا نحسب وين البافز اللي بدنا نحسب، ما هي تو لايرز، فينا نحط سلك من فوق وسلك من تحت. هلا انا بدي احسب وين احط الشيب على اساس انه اقلل عدد التقاطعات. ما مزبوط تتقاطع على شيء اسلاك مع بعض اساس ما يصيرش. هي بدها برنامج ذكي جدا اسمه اوركاد اذا انا بتذكر اللي مسوي هيك. ف مش اوركاد، لا مش اوركاد، هذاك الشيء مدن اوركاد. لا هذاك اوتوكاد. لا اوركاد اسمه اوركاد، لا مش اوركاد، في واحد ثاني مش متذكر. هلا نفس الشيء ستيشن ستيت بوزيشن اوف ذا كومبوننتس، ولي ليش ستيت والجول ستيت اول كومبوننتس بليزد والدرايف كوست. طيب هاي مش هاي روبوت. هلا روبوت بيتحرك لوكيشن موجود فيه اول شيء. ها هلا هلا هاي مشكله لسه اصعب لانه في كثير خيارات قدامنا، كثير خيارات. وفي والانفايرمنت دايناميك. الستيت اللوكيشنز الانيشال ستيت ستارتنج بوينت اللي بكون فيها، الاكشن الموفمنت صح، الجول ستيت تاسك ديبندنت، الجول ستيت الجول سوري الجول تيست، الجول تيست يعني وصلت ولا ما وصلتش، وصلت الهدف اللي بدي اياه. الباث كوست مي بي فيري كومبلكس يعني هاي ديستانس انرجي كونسومشن يعني مثلا زي السياره برضو، هل انا بدي اكثر طريق ولا اسرع طريق ولا اكثر طريق اقل طريق بستعمل فيها بنزين ولا فيش طريق فيه فيش مطار ولا طريق فيها قصيره بس الفيو تبعها حلو ولا اللي فيش فيها محاسيم ها. طيب الروبوت اللي بجمع السياره تطلعوا عليه هنا. طيب هلا انا بدي اورجيكم شو اللي بصير هون. هلا احنا شو بنساوي؟ نعمل فورميليشن للبروبلم وبعدين بدنا نيجي نعمل هلا ايش عمليه سيرش. هلا يعني احنا ايش نساوي؟ بدنا نحدد وكأن سيرش سبيس اللي بدنا ندور فيه. لما نحدد الستيتس اللي هو سيرش سبيس، شو سيرش سبيس اللي هو ستيت فروم انيشال ستيت تو ذا جول ستيت، صح ولا لا؟ جنرال بروسيجر تشيك ذا جول يعني ستيت اكسباند ذا كرنت ستيت عشان تروح، اذا بدك ترجع انت حر. سيلكت فروم ذا سيت اوف ريتشابل ستيتس، مرات في اكثر من جول، زي مثلا في مرات في اكثر من جول، زي انا وكله خلصت بنزين روح لي على محطة بنزين. طيب بس على الماب عندي في 50 محطة بنزين، يعني انا مش بدي اروح من منطقة لمنطقة، مش دروح من منطقة لمنطقة، يعني مش من نقطة لنقطة البرابلة، إنه في عندي أكثر من جول ممكن أحققه بهذا. طيب هلا المهمة اللي بدنا إياها هاي هي الكي اللي بدنا ندور عليها، إنه a search tree is generated. نعمل generate لسيرش تري. شو السيرش تري؟ خلينا أخش يكون فيها مباشرة هون. هلا برجع على السلايس اللي قبل هون. هلا أنا بدي أروح من S3 إلى جي صفر. حلو. بدي اروح من وين؟ يا بروح هيك يا بروح هيك هيك يا بروح هيك وبنزل هيك وباجي هيك بعرفش. هلا هاي هي الخارطه اللي انت شايفتها بعينك كانسان. الكمبيوتر ما بيشوف هاي الخارطه. الكمبيوتر بيشوف هاي الخارطه بهاي الطريقه. هلا ناكلوني انا بديش اطلعهم. او سوري انتوا تطلعوهم. انا في اس انتوا تطلعوا بس تحت. انا في اس 3 بقدر اروح على A4 او C2 او B2 مزبوط؟ انا ما طلعتش تحت، انتوا طلعتوا. طيب اذا انا A4
بقدر اروح على سي 2 او على دي 3. واذا انا في سي 2 بقدر اروح على بي على دي 2 او على جي 0 او على اي 1. واذا انا بي 1 بقدر اروح على سي 2. وهنا المجال هلا بمعنى اخر شايفين هون قديش الجول وصلنا في كل مره وصلنا جول. فاحنا كيف شفناها كيف شفنا كيف شفنا الخارطه احنا الكمبيوتر بيشوف الخارطه ايش بهاي الطريقه. اه يعني من اس 3 بروح على هاي على هاي على هاي. اذا رحت بهاي الطريق بروح هون او على هون صح. يعني تكررت يعني هاي اس 2 اس 2 واس 2 تتكرر الاشياء. ليش تتكرر؟ لانه هيك عمليا بنعمل جنريت للسيرش تري. احنا هلا يعني اذا لاحظوا من المشكله اللي عملنا سيرش سبيس عملناها فورميليشن عملنا سيرش سبيس والسيرش سبيس شو عملنا؟ تري سيرش تري. هلا عاد من ايش؟ بنصير ندور على الالجوريثمز اللي ايش؟ اللي بقول والله اقل كوست. هلا في اكثر من الجوريثم، اشي بروح هيك 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 يعني بروح بالضبط هيك وبعدين برجع بلقى هيك هيك، انا ما بعرف شو هذا الالجوريثم. ها؟ او بروح بعدين بنفر على هذول بعدين بفر على هذول بعدين على هذول هيك ليفل ليفل لما الاكسبانشن ولا 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 ولا. فهمت علي؟ هلا اذا طب تكتب شو الارقام؟ The graph describes a search, the search state, the search state space, or the search space. Each node in the graph represents one state in the search space. مزبوط. A city to be visited, for example, in a routing or touring problem. This graph has additional information, names. ممكن إله اسم هون اسم ممكن يكون إله هاي بتعبر عن كوست معين. سواء كانت مسافة ولا زمن ولا بنزين ولا ايش سؤالك؟ الارقام هي 1 و5 اه جاوبتك عليها. طيب هلا قبل ما اسالكم سؤال هو كان جيف اكزامبلز اوف 3 سيرش استراتيجيز. وليش استراتيجي احسن من استراتيجي؟ بتقدروا تجاوبوا؟ شو بتقترحي هون؟ كيف نساوي يا شريهان؟ كيف ابحث؟ اروح من هون بعدين هون الف عليهم يعني معنى اخر بروح بخلي الكمبيوتر يروح على اس 3 يروح يعني يروح يفحص ذاكرته يعني مش يروح يمشي. وبعدين يعني اعطيكم مثال انا من هون انا في جامعه بير زيت بدي اروح وين؟ على البيست ايستري. منين؟ هاي المكان اللي انا فيه وين النقطه اللي بعدها؟ نفترض انها على المفرق اللي تحت اللي هو بروح على بوكاش. بعدين في مفرق بعده بروح يمين وشمال ها ايش بروح على جنب بلد بير زيت وايش بروح على ابو كش نفسه. سوري ابو شخيد مش ابو كش اول شيء. ها بعدين اذا رحت على ابو كش بمشي ايه لما اوصل كش فيه كثير طرق يمين وشمال صح. هلا انا بعرف كانسان انا بس الكمبيوتر ممكن كان ملزم لازم ميل من منطقه واروح الف. بعدين على كل مفرق وكانه في نود. واذا راح على البلد بير زيت البلد لازم اروح. شفتوا كيف السيرش سبيس بتصير؟ دكتور بس سؤال كيف بعرف عنه الكمبيوتر؟ طالع انت الكمبيوتر ما بيعرفش يعني تروح لا انت بدك تعطيه انت يا انسان بدك تعطي الكمبيوتر الخارطه. شو يعني الخارطه؟ تعطيها يعني انا دكتور انا بعطيه اللي فوق وهو بحدد وهو ببني اللي تحت. هو مش ببني اللي تحت ودير بالك هو مش ببني اللي تحت هو بشوف اللي فوق وبيمشي. لا هو يعني هو بشوف شو كيف بشوف اللي فوق بشوفها بالطريقه هاي. هو مش ببني هاي احتمالات هيك مبين عنده هو بفهم هيك يعني هيك سنظر فيو فيو مختلفه مش بناء طيب انا اسالك سؤال هلا انا انت كمبيوتر انا غبي وبدي اروح من هون على البيست ايستر نزل اروح على بوش خادم ولا اروح على امشي دوري؟ لا امشي دوري. شو عرفني؟ بدي اعمل سيرش. طب كيف؟ طيب وصلت على المفرق اللي بعده، اروح يمين ولا شمال؟ انت بتقول روح شمال لانك بتعرف الطريق. بالضبط. حاسبها 1000 مرة أو بتقلد غيرك أو إلى آخره، بس الكمبيوتر لازم يحسبها. بدك تعطيه الخارطة عشان يبدأ يدور. صح.
صح؟ ودائما بتكون زي كيف ريكورد تيبلز او شيء في الداتا اللي هاي مثلا النتورك كيف بتشتغل، مثلا بتكون عندها في النودز تكون عنده معلومات تحددها، او مرات بيكون عن طريق الليرنينج مثلا اول مره مشيت البكت كذا او حددها، فثاني مره بتكون الطريق شيء ثاني. يعني هذا سيرش استراتيجي، هذه تقول عنها انت سيرش استراتيجي. طيب هلا شو رايكم كيف ابحث؟ اروح هون بعدين انزل ليفل ليفل ليفل، ولا اروح امشي باخر الطريق؟ يعني اروح امشي ابش خادم والكهف فاضيه ورد ارجع وبعدين على اللي بعدها، يعني هاي نسميها هي هي. هل ممكن اخذ داتا ستراكشر؟ مالكم؟ ما اخذتوش سيرش في الداتا ستراكشر؟ بريدث وديبث. طيب هذا ندخل فيه. هاي اول شيء بدنا ناخذ فيه قسمين، في شيء بنسميه uninformed وفي informed. هلا البريدث واليونيفورم كوست سيرش اللي هو جزء من البريد، والديبث والديبث ليميتد والايتريتيف والباي دايركشنال. هلا هذول بدنا هلا بسرعه نطلع عليه، المحاضره الجايه بناخذها. هات نطلع عليه هلا كيف. قبل ما سوري قبل ما ناخذهم انو احسن هاي ولا هاي؟ ليه هلا ليش بنقيسهم قبل ما اورجيكم اياهم؟ بدي اقولكم انه هل بدنا نحسب انه هل هي كومبليت توصلك للاوبتيمال؟ لا يعني هل there is a solution، هل بتوصلك للجول ولا لا؟ Will it be found؟ تايم كومبلكسيتي كذا بتكلف وقت انا عامل حساباتي. سبيس كومبلكسيتي يعني سبيس كومبلكسيتي هل بيلزمني هارد ديسك كبير عشان احسب جزء، يلزمني ذاكره كبيره مش مهم الذاكره. هل هو اوبتيمال يعني دائما السوليوشن اللي بيعطيني اياه أو أحسن واحد ولا لا؟ على هذا الأساس إحنا نحكم عليه. هاتوا ندرس البريث. البريث باختصار طلع هاي أنا هون في قدامي إيش؟ تو نوتس. باجي هلا عنها بعدين باجي هان. طبعا وأنا هان بشوف اللي تحته طبعا. بعدين أنا هون وين بروح؟ البرتقالية اللي هي الكرنت. أرجع كمان مرة البرتقالية اللي هي لون البرتقالي الكرنت. هلا انا الكرنت واحد. هلا بعدها اثنين بيان انا الكرنت ثاني البرتقالي. ها هلا لاحظوا كل مره بروح على وحده بتبين ايش اللي بعدها. هلا وين يا عماد؟ هلا ثلاث. على ثلاث بعدين هلا اربع. اربع بعدين خمس ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش اثناش. هي مش داعي اكمل ليه؟ آه لا سوري في داعي. بعدين كل مرة بروح شفتوا كيف ماشي؟ حتى انا اوصل لها وصلت لهذا بكملش. ها ارجع 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 كان. ها شايفين كيف كيف بيمشي؟ شفتوا كيف بيمشي؟ هلا هاي عشان تورجي لك هاي الانيشيا. هلا هاي انها فيزيتد يعني هاي العلامه هاي اللون هذا انها فيزيتد. هاي بنسميها فرنج. شو يعني فرنج؟ يعني حطها نكست هاي حطها بالكيو 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 بالبفر. ايوه هاي طلع شو بالفرنج؟ ثلاث مزبوط. بروح عليها هلا رحت عليها لما هلا وانا هون طلع عندي اربعه وخمسه بكيفهم بحطهم وين؟ انهم شايفهم بحطهم عشان اضيفهم على الفرنج. هلا بعدين صرت في ثلاث. هلا بقول لي اوه شفت ستة وسبعة حطهم عشان اضيفهم بالفرنج. بس انو كمان عن انو لي هلا بالفرنج بكي قبل شوية اربعة اول واحد اربعة وخمسة. هلا كمان بصير ستة وسبعة بعد شوية. شفتوا ستة وسبعة؟ اه ملاحظين؟ فهمتوها؟ اه يعني بلف في العريض. طيب هاي هي هون بوقف. شو رايكم في هالالجوريثم؟ سهل ينفهم صح؟ ولا سهل؟ طب منيح ولا مش منيح؟ نشوف خير. بس هذا الدكتور بده سبيس انا بتخيل. بده ايش؟ بده سبيس. ليش؟ لانه كتب شو يعني؟ الفرنج هاي دائما يضل تخزن. ايوه فبدك دائما تكون تخزن. شو يعني هذا الكلام يا بيان؟ شو قصده؟ قصده فاتح بدها فرنج يعني سوري تخزن انه بدها سبيس عالي. طب كيف بنحسب الوقت يا سما؟
كيف بنحسب الوقت؟ بنحسب كديش عملية كم واحدة؟ مش انت تسوي برنامج؟ كديش عملية سوى البرنامج؟ توصل هيك بنحسب التايم كومبلكس كم لوب او كم كل كونديشن كل اتريشن او كم لوب يعني فهذا نشوف هلا كومبليتنس طبعا كومبليت بتعنوا لانه ايش؟ وصلنا للجول ترى وصل للجول اف بي از فاينت يعني البرانشنج انه يعني حدد البرانشنج فاكتور وهي بنسميها انه اذا يعني مرات بروح انفينيتي اذا البرانشنج فاكتور عالي جدا بروح انفينيتي طبعا بطل كومبليت بس بشكل عام هو كومبليت طب كيف نحسب التايم كومبلكسيتي اول مره قديش نفحص مره بي البرانشنج فاكتور شو يعني البرانشنج فاكتور هون شو قديش البرانشنج فاكتور كل واحد طالب منها اثنين بس مش دائما هيك ها مرات بتيجي على دوار في 50 دخلي قديش اول مره قديش سوينا حسبنا حسب قديش فحصنا مره واحده المره اللي بعدها مرتين يعني بالليفل الليفل الاول مره هذا البرانشنج فاكتور البرانشنج ايوه اول مره حسبنا فحصنا مره المره اللي بعدها عدد اللي هي عدد اثنين لانه البرانشنج فاكتور اثنين اللي بعدها بي قوه اثنين اللي بعدها بي قوه ثلاث لا بي قوه ايش دي شي هي كم ليفل اذا هي بي للقوه دي زائد واحد بتكلف عمليات حسابيه فهمتوا شو هاي انا مش فاهمها هاي التايم كود التايم سبيس او التايم كومبلكسيتي سبيس كومبلكسيتي انه قديش مر قديش بخزن قديش بلزمني تخزين قديش بدي بيت ولا بايت عشان انا بلزمني عشان انا بلزم الالجوريثم مرات بده ذاكره عاليه جدا ها شو المشكله فيه انه كيبس ايفري جنريتد نود ان ذا ميموري كل ما بتعمل جنريت كل ما توصل لنود بدك تخزن يعني ها طلع هون قديش الفرنج كل ما بتنزل لتحت هاي تخزن طبعا هذا صغير جدا من هون البيست ايسترن في 50,000 تفرع دكتور هون في الانيشن كله هذا وخبد وخزن الانيشن ما بكون عارف كم تفرع عشان هيك بتكون تكسب الدايناميك شغله بس يعني لما انت بتوصل مرات البرانشنج فاكتور بتكون عالي خلص اوبس اذا البرانشنج فاكتور عالي بيوصل شيء كثير بده برضه بي للقوه دي زائد واحد الاوبتيمال اوبتيمال لانه دائما بعطيني ايش بعطيني الهدف هلا سبوز انه برانشنج فاكتور 10 شو يعني برانشنج فاكتور 10 يعني 10 تفرعات يعني كل مطرح انت فيه في برانشنج فاكتور 10 and the goal is depth 12 يعني شو يعني depth 12 يا بيان مستوى 12 يعني بينزل 12 مره يعني حمرك عن خلينا نفترض انه كل دوار روح على عمان احسن شيء طب كل دوار سبع دورات في 10 تفرعات هناك افترض انه 12 دوار هو سبع هيك يعني فهمتي بتروح من هذا طلع قديش then we need او ضرب 10 يعني 10 قوه 12 قديش 10 قوه 12 قديش 10 قوه 12 ايش مبلغ ضخم جدا ها وقت عشان اخلص السنه عشان اعمل كل هذا طبعا احنا دائما نحسب على الورست كيس دائما على الورست كيس شفتوا قديش 10 القوه 12 قديش عشرة القوة اثنين؟ ثلاث أربعة خمسة ستة مليون سبعة عشر ملايين ثمانية مية مليون قديش بتوصل هاي؟ هاي ألف مليون طبعا ضرب اللي هي قديش الاوبريشن بتكلف قديش الاوبريشن بتكلف بجوز 100 ملي سكند مثلا جدلا طيب سبيس اف او يعني هاي بتكلف واحد بالالف من السكند ذن وي نيد 1 بليون سكند ويتش از 31 سنه 5
شو وضعنا؟ And if O cost 10 بايت، إذا بدي أخزن 10 بايت بدي 1 تيرا بايت ميموري عشان بس إذا بستعمل هذا السيرش عشان أروح من مكان لمكان إذا بكون 10 12 تفرعات 10 برنج. طيب يعني عند حل؟ اقتراح؟ في الكورس الثاني شو هو؟ اللي هو الدبس هلا نيجي للدبس هاتوا في اشي نسميه يونيفورم كوست فيرست هو زي البريد بس بتطلع بطريقه ثانيه طيب هاتوا نخش فيه مباشره هلا انا بدي اجي من اس لوين؟ لجي شو بسوي؟ بتطلع بمشي اني اكسر طريق اول اشي هاي طلع هون الاكسباندد نودز والنود ليست شو في انا شو وين انا في اس اي هي اول وحده اللي بعدها او في عندي ثلاث فشو بحط انا في النودز ليست بحط بي الكوست تبعها بعد اي بي سي بحط صح بس بحط برتبها حسب ايش الكوست الكوست طبعا هاي الاقل ها هلا انا بدي نروح عليها اول هلا بي على بي بروح على بي هات روح على بي هلا لاحظ قبل شوي شو كان في هذول بكي مهمش من الـ من الـ من الفريم بتضلها بتزيد عليها هلا هاي بتضلها بزيد عليها بس برد ارتبها صح يعني هلا كدي صارت هان كم نبي صح سي كديش بقى فيها سي 4 و اي 5 واجت جي 6 والجي كديش 6 6 زائد 2 يعني 6 زائد 2 6 زائد 2 8 اه صح ليش زائد 2 دكتور؟ ولين ما شلت 2 بقول 2 زائد 6 صح؟ فإذا الكوست هلا هاي دائما مرتب يعني لما بجيب لك في امتحان اعمل لي براوز ابني لي هاي بدك دائما تدل لك من بينك مرتب لي هذول اه كمان مرة دكتور بس هلا نبدا من هون هلا انت عندك ثلاث مزبوط وين تروح؟ بتكين انت شايفهم انت في اس انت في اس بتطلع تحتك تحتك شو في؟ اي بي سي صح؟ بدي ارتب البناء على الكوست هلا بتحطهم هيهم A A و B و C بس مرتبات مرتبات حسب الكوست الكوست اللي لو مشيته بكلفك الكوست اللي لو مشيته بكلفك 2 4 5 طبعا 2 4 5 اذا المرتبات باخذ اللي انا اقل الاقل خدت هلا ها هون بيجي بي طيب وطبعا بفحص كل مره هل هي بي الجول؟ لا لا نوت جول هلا هذول ما بنبيهم ايش؟ بخليهم بالفرنج بس شو بضيف عليها؟ الجديد الاشي الجديد من انا نقطة للنقطة الاشي الجديد اللي انا شايفه من بي بي انا شو شايف من بي؟ شايف اشي واحد من بي صح؟ شايف جي هلا جي كديش كديش الكوست تبعها؟ من الانيشال اكيد 2 زائد اه طبعا انا بدك تحسب كله من الستارت يعني بتقول انا لو بدي اروح على جي بتكلفني 2 زائد 6 صح؟ ثمانية إذا أنا هلا بروح عليها سي سي إذا وكأني برجع بروح على سي بعلمها بروح على سي هلا لما بروح على سي لاحظ بنقيم هاي هلا بنقيم هاي بنحط A وجي زائد اللي أنا شايفه من سي اللي هو F طيب صار في عندي شو اللي شايفه أنا من F اللي 4 زائد 2 مضبوط هلا A في عندي A بتكلف 5 إذا بروح على F بتكلف 6 إذا بروح على G بتكلف 8 أنا بروح عليها إيه بروح على إيه إذا جيت على إيه هلا شو بقى بالفرنج قبل شوي كنا إيه شو ضل بالفرنج أف أف وجي صح؟ أف طيب زائد اللي أنا شايفه من إيه شو اللي أنا شايفه من إيه؟ دي ودي دي وإي كده بكلفه 5 زائد 4 و5 زائد 9 هلا إذا أنا أكسر طريق لو بدي أروح أنا هلا من بي من إف طبعا يعني مرتبة هي مرتبة إف أقل شيء صح؟ يعني أروح على إف فبروح انا على اف هلا اف شو اللي قبل الفرنج قبل شوي كم اف شو اللي بالفرنج جي واي ودي واللي شايفه من اف شو اللي شايفه من اف جي مش مهم هلا باخذ الاصغر قبل شوي بكت اف بكت جي صح هيها جي 8 هلا جي بكت 8 هلا اذا كمان حققت جي وصلتها بسبعة اللي هي 4 زائد 2 زائد 1 مش مشكله ببدل سبعة ببدل الثمانية بحط بطرحها إيه سبعة هلا
انا اصغر واحدين جي بروح افحص ايه كل طبعا كل ما ببني واحده هون بفحص لها جول ولا لا اكيد فايش انا طريق راحه ايه اس سي شفتوا هذا هاتوا هاي الباث وهاي الكوس هلو كومبليتنس يس طبعا اذا البرانشنج فاكتور محدد مش لا نهايه ها طيب تايم كومبلكسيتي much larger than the previous algorithm ها ليش او كيف and just اللي هو الكوست هاف if all steps have same cost optimal yes optimal هاي طريقتها نيجي على نقارن بين البريث واليونيفورم هلا شو الفرق بينهم البريث شو ماله البريث الاولاني اذا سبيشال كيس هو سبيشال كيس من هاي هو سبيشال كيس على فكره طب ليش اوف يونيفورم when all edges cost are positive and identical يعني انه اذا كانت احنا في السابق ما كناش نحسب لما عملنا البريث هل حسبنا الكوست تاع النقطه لنقطه ما حسبناش صح لفينا انه خلاص انه كلهم زي بعض انا ما هي هاي اذا تطلع عليها زي البريث تمشي اليونيفورم اليونيفورم كوست considers all the path cost optimal for any reasonable cost function بس مرات بعلق او يعني اذا كان في stuck in trees with many fruitless او يعني short branches بضل يلف مطرحه مرات مرات بضل يلف مطرحه بضل رايح من راح من هاي برد برجع هاي برد برجع هاي برد برجع هاي تحسب كل الاوبسيبيليتيز هلا اثنين مالهم كومبليت فور نون اكستريم بروبلمز يعني بالمسائل البسيطة بس على فكرة مش كومبليت في المسائل الاثنين ناخذ الدب شو الدب؟ فكرته ايش ابسط منها؟ انا ايه وهاي البرانكس وهاي الجول شو بيساوي؟ بروح على بي من بي على بظل ماشي يعني زي هيك بنزل انا من هون ما بتجمع بروح على البش ايستريم بتطلع قدامي في بتروح على بش خادم بروح على بش خادم ما بش خادم بتوديني على كوبر او الكيتها مسكره برجع هلا برجع وين؟ هلا بش خادم ما بش خادم بتطلع مش برجع على الموكيت ما بش خادم في طريق ثاني بتروح على بلد ثاني برد اروح فيها تقلك كل الطرق مسدده فبمشي من هون باجي هون لاخر واحد بعدين برجع من على بي بنزل على اي اتش على برجع على H على M على M على M وإذا هاي مش إذا هاي مش الجول برجع على I وبعدين على P على O بعدين على P بعدين بالكاش نفترض إنه هذا الجول بعدين برجع على هون هيك بالكاش هاي بعدين هيك بالكاش بعدين هاي كمان دكتور في الورست كيس هذا تمر على كل النوت نعم صح هيك وهذيك برضو بتمر على كل النوت بس ولا حمد أنا أحسن بس لاحظ أنا أحسن بالتايم وسبيس البروبابيلتي هاي تبعتها أسرع أنك تلاقي اللي بدك إياه تخيل مش بروفيزر كنا بروفيزر يعني أنا أسهل نفترض إنه دائما الجول آخر واحد في البريد في الدب أنا هو بكلف سبيس كومبلكسيتي أكثر أكثر سبيس أنا هو بدي أحط بالفرنج أكثر راح ان هذا بحط بالفرنج بس بكيم اللي بكي اللي بقى اللي لما برجع خلاص بكيم ما بعرف من الفرنج برجعش افحص مره ثانيه طلع هذه شوف اوبس هذا هو اللي هو هذا الالجوريثم هذا مش صح هلا بالسبيس اللي هي بي ضرب ام لاحظ والتايم بي قوه ام تريبل if m is much larger than d مش اوبتيمال حكينا الام ذكر شيء الام اللي هي الليفلز الليفلز طيب
الدايف هاي الديف جوز اوف انتو ذا برانش انتل ذا هاي هوم نوت جود اف ذا جول از اون انذر برانش. مرات هذاك يعني اذا بقول يعني بس البريد مش مهم انه بالسكند برانش لانه اصلا هو ماشي ليفل باي ليفل فهمت علي؟ هو ليفل ليفل بيمشي، هذا مش ليفل ليفل بيمشي. هلا neither complete nor optimal use less space than breath. لانه بكيم من كل ما برجع بكيم من الذاكره مزبوط؟ the breath is more careful by checking all alternatives. complete and optimal the breath. very memory بس ولكن بكلف ذاكره كثير. for large tree the breath first search memory requires maybe يعني عالي جدا ها. So how can we combine both advantages? أنا ما أنكم بدو يطلع لك الفكرة يا مو. يا. لاينا. لاينا فكرة. نعم. مهم. ممكن ما إحنا. مالكم شاطرين بالالجوريثمز؟ يلا. البريد بيجي اثنين مع بعض بك بعرفش شو السؤال اصلا سؤال هذا ولا هذا منيح شو الحل اسلام مال اليوم منو درسك الجوريثمز اياد جابر نعم منو درسك الجوريثمز يا بيان نبيل علمان يلا يا ونحل احسن مالكم انت مش بين الاثنين دكتور كيف طيب طب لو كنا دكتور انه من البريث باخذ نفس البروسيس نفس اللي بيمشي فيها ومن الثانية الديبث لا مش الديبث شو اسمها؟ هلا شو مشكلة الديبث؟ هيك سؤال شو مشكلة الديبث؟ إنه بضل ماشي من هون طلعوا من هون بروح على أبو شخيدم أبو شخيدم على كوبر ومن كوبر على أبسروين ومن هناك أبسروين بلف بيوصل بسان وهو بعده مش فاحص إيش؟ البرانش بحده البريث شو مشكلته؟ بيروح بيمشي بمشيش يعني بجوز انا بدور على كوبر اللي هي بعيد عن توليفيت بروح من هون اول ما فرق بمشي مزبوط لا مش خادم بس برد ارجع بمشي كمان بمشي خطوط هذاك كمان بمشي خطوط بالفرنج الثاني بحده بلكبش برد ارجع بعدين بزيد واحد هون بعدين فهمتوا كيف؟ هلا طلعوا هاي مثلا الدبت ليمتد هاتوا نفكر فكره انه نقول هاتوا نشتغل على الدبت بس نحط له ليميت لانه شو مشكله الدب؟ يعني تخيل لو هيك الوطن العربي مفتوح الطرق مفتوحه بروح على المغرب وبرجع وانا باكي وين بروح؟ اردن على ام صفا تخيل صح ولا لا؟ طبعا اذا كان ليميتد صح؟ هلا هاتوا نقول ليميتد شو يعني ليميتد؟ يتجاوز شيء محدد يعني مثلا اعطيه بس ابو ايش؟ 10 ليفلز انه امشي او 5 ليفلز ورجع امسح 5 ليفلز ورجع طب على اساس ايش بدك تحدد هذا على اساس الذاكره تبعتك طب افرض انه الجول تبعي بعد هاي مزبوط ولا عمره بوصل معنا هنا صح طب بصير زيد بعد ما يخلص كل الاتريشن ابغى ازيد انزل ادور حد يعني او ليفل هاي فكره ثانيه في فكرة اتريتيف الدبث كيف؟ اللي هو قلت لك اياه قبل شوي حط الليمت واحد انه مش 10 وخلص لا مش 10 اول مرة يفحص انه واحد هلا اول مرة بيفحص انه واحد بيجي هون هو الهدف؟ لا بيجي هون الهدف يعني بيجي هيك انت هون المرة تيجي هاي اللي بعدها تلقاهاش لا المرة اللي بعدها تلقيها وين؟ هون معناته كلهم صاروا بيزنس بعد ما لقاش الهدف المرة الثانية شو بساوي؟ أنا بكيت هون مزبوط؟ هلا برجع وين؟
اوبس سوري ريتد هاي سويتها. الليفل الثاني وكأنا هون مزبوط. الليفل اللي بعدها ويا باجي هون بالكاش وين باجي هاي دف سوري كمان مره انا خربشت انا ضيعت هاي دف مش 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 بريد انا وين هون المفروض اجي تحت صح هلا لا انا شو باجي هذا الليفل 2 باجي وين هون بعدين بنزل تحت هاي وين بتورجي كل واحد بتورجيك ستيت اللي فيزيتد بعدين انا هون بعدين وين المفروض اجي هون صح بعدين المفروض اجي هون صح بعدين وين المفروض اجي تحت هون صح بعدين وين المفروض اجي جنبها هون صح هاي فيزيتد ما لقيتش الهدف طيب تخيل كمان مره انه دب انه ليميت ثلاث انت هون بعدين هون بعدين انزل انزل تحت بعدين انزل تحت بعدين انزل على اللي بتاعت تحت بعدين ملكيت الهدف اطلع رد اطلع هون ضل انزل انزل على اللي بعدها على اللي بعدها على اللي بعدها على اللي بعدها تا ما دكتور بضل يعيد يعني بضل يعيد من الصفر بمعنى انه لو ليفل واحد يعني شو بيستوي بتقول له روح على البستيستر هيك بكون اول اشي هل انا في البيس ايستر؟ لا معناته هيك بقول اعمل ديبث فيرست ديبث سوري ديبث بس وين على على ليفل 1 بوصل المفرق تحت بوصل المفرق تحت يعني بكتريكين قدام انت هون لازم كتريكين قدام انا افترض انك انت على المفرق تحت بدك تروح يا عوش هيدن يا عطريك هذي بالكاش هلا بيسفر العداد من الصفر وبقول الليميت برجع من الجانب بقول الليميت 2 لا مش ترجع افترض انت مش هون هون معناته انت فيش عندك برانشنج فاكتور فيش عندك افترض انه انا في الجامعه دكتور لا عندي مش افترض... مدخلين مش مدخلين للجامعه طيب بنفترض ماشي مدخلهم مدخلهم لا 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 بديش انا مخربشهم مثال ما كنت اضربه انا افترض انك انت على المفرق تحت على مفرق ابو شكيت بنسميه طيب. مفرق ابو شكيت هنا يا بتروح يمين يا بتروح شمال اذا اول مره الليميت ايش الدبف واحد ما انت مطرحك بعدين المره اللي بعدها تعمل ليميت 2 شو يعني الدلف 2 يعني ما تروح مش خادم كوبر او بير زيت مثلا جفنه ما بتلكاش البيستيستر يعمل ايش هلا صفر صفر وارجع بس دكتور ايش بدي اصفر ليش ما استفيد من تقدرش لا تقدرش ليش ما استفيد من اوريدي انا مشيت على ليفل 1 ما ملكت ليفل 2 ما بديش تخزن ما بديش تخزن الذاكره اذا ضليتك تخزن يا بترجع نفس المشكله رجعك نفس المشكله هلا تكسفر وترجع من الصفر كل مره بتبحث لليفل يا منى لانه ليفل لليفل ام كل مره بتزيد انزل واحد بس بتعيد من الصفر هلا هاي الطريقه ودكتور في مقابل اني ما خزنتش صار عندي كوست افضل على البحث كمان مزبوط بس ما هو هاي مع هاي بدك توازن صح صح if goal node is found it is a nearest node and path تو ات از اون ذا ستاك يعني هاي مثلا كيف انت مثلا عندك جي بي اس جي بي اس بدور وين ما هو بدور عاده وين بدور مش بتقول له روح لي من هون على المغرب عاده انت بمنطقه بتقول على منطق مرات في محدوديه مثلا ها ليميتد فبناء عليه تتكرر ريكويرد ستاك سايز از ليميتد تو سيرش ديبث بلس 1 Many states are expanded multiple times. هاي مشكلته. In practice, one of the best uninformed search methods for large space spaces. Large search spaces. لما بكون الدبث unknown بقى. Iterative search تقرأوا هاي مقارنة بين بعض. عشان أنا لازم أستعجل شوي. Iterative deeping. بدي أورجيكم هاي الiterative deeping. كديش بي قوة دي. هاي ايش هي التايم سبيس لينير سبيس لينير سبيس ها الاوبتيمال يس اوبتيمال طيب انا في فكره اخرى هات ندور باتجاه انا وين بدي اروح هون على البيست ايستر ببدا ادور على النقطه اللي انا فيها من اللي انا فيها بعمل ديف من البيست ايستر ببدا ادور صح؟ يعني وكأنه أنا بدور على نص الطريق وبدور الناحية الثانية على نص الطريق وين نقطة الالتقاء يا دكتور؟ ولازم نلتقي بالطريق شو رأيكم بهالفكرة؟ أفضل؟
مش دايما. شو مشكلتها؟ ترى افضل ليش هاي افضل؟ لانه قديش بتكلف؟ اذا بدي اروح انا من هون لبيست ايسترن بتكلف بي للقوة دي صح؟ بس انا لو دورت نص الطريق بقسمها لقسمين بي للقوة دي على 2 زائد بي قوة دي على 2 مجموع هذول اقل من بي لدي باكثر بكثير من بي قوة دي صح؟ اذا ايش المشكلة؟ ميريد تو يعني good results but processors must be generated processors must be generated which is not always possible search must be coordinated يعني عن شو؟ coordinated يعني لازم دائما لا زدنا اشي ثاني دائما بدي في coordination بالنص هل الفرنج الموجود عنده او الجول اللي وصله زائد الجول اللي وصل معاه هل هو الفرنج تبعتي دائما لازم في واحد وكأنه بالنص يتطلع اوبس كلهم 2 انتوا وقفوا وان سيرش ماست كيب اول نوتس ان ميموري بس هاي ال في كومبلكسيتي له بس هاي ايش الريزلتس هلا سمري الكومبليتنس البريث كومبليت اليونيفورم كومبليت الدف مش كومبليت الدف ليميتد مش كومبليت الايتريتيف ديبينج شو الايتريتيف ديبينج ليش شرحت لكم اياها كل مره تسفر وترد ترجع هذا كومبليت التايم كومبلكسيتي هاي تبعت سبيس كومبلكسيتي الانو من هم الاوبتيمال هلا بناء عليه حسب هلا انت مثلا هل مهم عندك الذاكره بجوز الذاكره مش سبيس يعني بجوز مش مشكله التايم عندك هل من الطائر عندك مهم؟ بدك انت تحدد عشان تعرف تختار كاس ديبندنت حسب حسب شو نية سمعت انا بدور على الطب ولا على جوال فهمت عليك كيف؟ iterative deeping search uses only linear search and not much more than the other uniform algorithms مثلا طيب وين انت بستعمل هذا وين انت بستعمل هذا the breadth some solutions are known to be shallow the uniform مثلا actions have varying cost the cost مثلا مرات عندي له دور depth اذا عندي اكثر من solution depth كويس كمان يعني مثلا لو اعطينا محطة بنزين قد يكون depth احسن لانه اذا كل ما كثرت الجولز بالشجرة depth بلك اسرع مثلا الiterative deeping space is limited and shortest path is required طيب يعني حسب هلا لاحظوا في ذكاء هون هذا السؤال اللي بدي اساله انا اللي مبعنيني انا شايف انه في ذكاء منى لو في ذكاء كان منى بدنا مش المحاضره ما كانش الراس الموجهه تعبان مش رايك بيان كي وينه الطريقة اللي بدي ابحث فيها ثانية شو رأيك؟ هل هالطريقة هاي فيها ذكاء؟ لا لسه ما حليناش لسه كل المشكلة ها؟ ديا؟ لا فيش فيها ذكاء ليه؟ يعني تحاولوش تعملوا تخمنوا انا شو بدي ينكال لا انتوا شو رأيكم عن جد؟ لا فيش فيش فيها ذكاء فاتح شو رأيك؟ مش شايف لأنه حدد الخطوات حكي له سوي هيك سوي هيك هون إمتى بكون في ذكاء؟ لما تقول له يعرف بالضبط وينه هلا إذا كان كومبينيشن بين كلهم ويقرر شو الأفضل ساعتها بكون صراحة هاي المحاضرة مش لازم تشرح في الـ AI هاي هذا كله داتا ستراكشرز المحاضرة الجاي نعطيكم اللي هم اللي بنسميهم informed هذا مش informed هذا uninformed فيش عنده أي معلومات بس لو فكرت في طريق هيك في إشي بسيط طب شو ممكن أضيف شغل صغيري على هالالجوريثمز اللي دل البرنامج على إنه بدي أسرع من هيك بكثير بدون تكلفة لا تايم ولا سبيس ولا بدي إياه أوبتيمال وبدي إياه كومبليت وبدي إياه يكون ماجيك ما يكلفنيش وقت ولا سبيس أنا
هيك بدنا الالجوريثم معناته فيش مش هيك بدنا الذكاء هذا مش محاضرة جد فيش في ذكاء يعني معناته هذا فيش في ذكاء يعطيكم العافية طيب في أسئلة في سؤال سؤال في سؤال قبل ما نسكر المحاضرة في أي سؤال قلت إنه فيش في ذكاء ها ليش افترضت وليش حكيت إنه فيش في ذكاء يعني ما فيش في تشالنج نحل لا زالت المشكلة قائمة يعني لا زال إنه هذا إذا لو فعلا كل الحياة هيك ما حلتش مشاكل الجي بي اس ولا الطيارات ولا السفن ولا الحروب ولا ال... يعني حكيت شو هي مزبوط انه لازم يكون في تشالنج على تشالنج اشياء يعني فكروا في حلول المره للمره الجايه عشان تقترحوها علي على فكره مره حدا هيك في محاضره اقترح شيء عن جد كان عبقري اقترح عبقري في اي سؤال كل مفهوم المحاضرة سهلة؟ استمتعتوا فيها؟ وأنا كمان فيكم العافية.